أمر عكس تماما ما الذي نقوله أو ذكرناه الآن. فالله سبحانه وتعالى قد يجعل من إنسان بشرى للمؤمنين حتى الإنسان يستبشر ويريد أن يكون مثل هذا، وقد يجعل من بعض الناس عبرة للآخرين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في نفس المقبرة هناك قبر بين الفينة والأخرى يشتعل نارا. قلت له كيف يشتعل؟ يقول هناك لهب كأنه يأتي على القبر هذا ويختفي، يعني على فترات مش بشكل دائم. سبحان الله، كما كان شغفي أن أقف بجنب هذا القبر، قبر هذا الرجل الصالح الذي وجدوه كما دفنوه، طلبت من القائم على المقبرة أن يريني أين هذا القبر الذي يشتعل نارا. ونحن في الطريق إليه، هي مقبرة واسعة، ونحن ذاهبون وفي طريقنا إلى هذا القبر، إذا بغصة وانقباض شديد يصيبني فجأة في قلبي، وأنا أنظر إلى قبر دون أن أعرف أن هذا هو القبر المقصود. عندما وصلنا قال هذا هو القبر، نفس الذي أنظر إليه وتجيني غصة وقبضة في القلب كذا، نفس ضيق عجيب. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القبر موجود ومكتوب عليه إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت هذه عبرة، بعض الناس قد يظن أن ما سيفعله له الأحياء من بعده قد ينفعه، وهو لم ينفع نفسه بنفسه في الحياة الدنيا. هذا القبر عليه بسم الله الرحمن الرحيم، مع ذلك يشتعل نارا بين الفينة والأخرى. ما الذي قام به هذا الإنسان حتى يشتعل هذا القبر؟ هو أعلم بما فعله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس.